نهار مشرق ومنتج لكل العرب أينما كنتم في القارة الأوروبية ومن المحيط إلى الخليج. نرجو لكم نهارات مليئة بالصحة والعافية، وبدايتنا اليوم مع المواضيع المتعلقة بالصحة النفسية، وواحدة من أكثر الأمور التي تعاني منها الأمهات خصوصا في فترة ما بعد الولادة حالة اكتئاب ما بعد الولادة. سنتحدث حول تشخيص هذه الحالة من الناحية النفسية وأسبابها وأعراضها وطرق الوقاية منها أو العلاج في حال يعني تضاعفت هذه الحالة. الحديث سيكون مع الاختصاصية النفسية آلاء زينو. أهلا وسهلا فيك آلاء. مرحبا إسراء، أهلا فيك، كيف حالك؟ والله تمام الحمد لله، مشتاقين يعني لوجودك معنا في البرنامج. يعني السؤال الأول المطروح في هذا الموضوع آلاء، أنه هل فعلا في حالة اكتئاب ما بعد الولادة ولا هي حالة دلع كما يعني يصفها بعض الأمهات الكبار أو بعض الحموات إن صح التعبير لما بيشوفوا الكنة يا حرام دخلت بحالة اكتئاب ما بعد الولادة؟ صحيح صحيح. هلا يعني مو بس الامهات او الحموات بيشوفوها حاله دلع، حتى الازواج في منهم بيشوفوها حاله دلع. ليش الازواج بيشوفوها حاله دلع؟ لانه هي مستمده اساسا من الثقافه، البيئه نفسها بيشوفوها انه دلع. امي خلفت قبلك 8 اولاد و10 اولاد وما كان صار معها شيء، بتخلف التنين بتولد التنين بتخلف بعدها بشهر، صح؟ فهي دائما موجوده، هذا الحديث موجود. نعم بالضبط. هلا ليش اساسا؟ هل هذا الشيء موجود ولا لا؟ أول شيء خلينا نروح كتير بالزمن لورا تاريخيا. كل الاضطرابات النفسية كان غير معترف فيها وكانت شيء جديد. مثل هلأ مثلا نحن الكورونا لما طلعت عنا ما فورا لقينا لها حل ولا فورا لقينا لها علاج. الاضطرابات النفسية سابقا كمان كانت شيء جديد، الناس ما عارفة كيف تتعامل معها. فكيف يتعاملوا معها؟ شخص مثلا عم يتصرف تصرفات غريبة، شخص هو شيء غريب أنه غير متعارف عليه غير مألوف. يعني مثلا من الطبيعي قدوم مولود جديد تكون الام مبتهجه فرحانه فيه مبسوطه معه. لما بشوف الام انا مبسوطه تعباني منه ما انا قادره اتقرب عليه، انت غير طبيعيه، معناها انت اكيد ماسك جن. هاي بعض الافكار او انت اكيد في عليك عين او انت عم تدلعي. ففي عنا ثلاث خرافات حول هذا الموضوع. نعم. أثبتت الدراسات أنه هذا ما يسمى باكتئاب ما بعد الولادة. ليش اكتئاب ما بعد الولادة؟ وفعلا في كتير أشخاص منشوفهم بالعيادات إسراء ما بيكونوا مآمنين أنه نحن اللي مع زوجتي اكتئاب ما بعد الولادة، لحتى هيك بس شوي يقعدوا مع حالهم ويتذكروا يتأملوا إذا هالأسباب كانت موجودة ما قبل الحمل ولا لا. لما فعلا بيقولوا إيه والله هذا السبب كانت زوجتي عم تعاني منه، أنا هيك كنت عم عاملة، مرينا بهي الظروف، هي جسديا تعبانة. هلا حأحكي شو هي الأسباب. نعم. شو هي عوامل الخطورة. فعلا بصير في عنا أنه أي والله هذا ما نو دلع، إنما هي حالة نفسية مجبرين نتعامل معاها ونطلب الاستشارة النفسية والدعم الاجتماعي، لأنه إذا نحن ما كملناها حيوصل لاكتئاب ما بعد الولادة لفترة أطول، ممكن يستمر لمدة سنة معانا وممكن يزيد وقت الإنجاب الثاني والثالث، ولكن ما بيكون بصورة اكتئاب لأنه خلص ما هي ما لقيت المساعدة، ممكن يطلع على صور تانية مثل الأمراض الجسدية. نعم وهذا شيء خطير. طيب ذكرتي بعض من الأعراض ممكن تظهر على الأم، يعني أبسطها أو أعلاها الله أعلم، مسألة أنه الأم توصل لمرحلة مش قادرة تقترب من رضيعها أو من طفلها. طيب خبرينا عن طبيعة الأعراض اللي إحنا ممكن من خلالها بالفعل يعني ندرك ونميز أنه هذه حالة اكتئاب ما بعد الولادة. طيب. أول شيء أنه هي ما أنا قادرة تقرب على ابنها، فهون تعتبر من يعني الاكتئاب متقدم ما بعد الولادة. بالضبط، ما انه اكتئاب بسيط ما بعد الولادة. هلا اول شيء شو اكتئاب ما بعد الولادة؟ شو كيف بدي افرقه عن الاكتئاب العادي؟ اكتئاب بس مو العادي يعني مو المرضي. طالما انا عم اقول كلمة اكتئاب يعني هون صرت انا عند مرض نفسي. نعم. بده تدخل دوائي او غير دوائي، واحيانا لازم يكون في عندنا تدخل الطرفين، تدخل دوائي زائد غير دوائي. لا هاد بيمشي حاله لوحده ولا هاد بيمشي حاله لوحده. نعم. طب كيف بدي افرق الاكتئاب ما بعد الولادة؟ الاكتئاب العادي بيكون في عندنا خمول، الاشياء اللي كنا نستمتع فيها مثلا حتى طعمه المي بتقول لك عم بشربها وما لها طعمه. كنت مثلا حب اقرا، هلا ما قادره اقرا. لما اطلع مع رفقاتي انبسط استمتع، هلا انا ماني قادره استمتع بالاشياء اللي كنت استمتع فيها من قبل. اهمال النظافه الشخصيه، مو لانه هي بدها تكون هيك، بس هي فعلا ما انا قادره تقوم تتحمم. هذا الحكي ينطبق على الشاب والبنت الاكتئاب العام. نعم. دائما في حاله تعب، دائما عم يشكي باوجاع من جسده، بس منروح على الدكتور ما بيكون في سبب، بيكون السبب نفسي لانه في اكتئاب. في افكار لا منطقيه بتكون موجوده، غالبا ما يصاحب الاكتئاب القلق، دائما في هو ولو كان هيك هزيل ولو كان تعبان بس دائما عنده قلق،
بنشوفهم يا متأخرين كتير ليدخلوا بالنوم أو دائما نايمين. يا دائما نايمين لأنه عندهم قلق، هروبا من القلق عم يناموا، أو عقد ما أنهم قلقين بحالة استثارة دائما ما قادرين يناموا. نعم. ومع هيك كمان بيكون في حالة اكتئاب. طيب هي كلها بتكون موجودة باكتئاب ما بعد الولادة، زائد أشياء بتميز الاكتئاب ما بعد الولادة عن الاكتئاب العادي. شو اكتئاب ما بعد الولادة؟ إضافة للي حكيتهم، ما بيكون هي قادرة تتعامل مع الجنين، هون بمرحلة متقدمة، ما بتكون قادرة تقعد مع العالم، ما إلها أبدا جلد تقعد مع الناس تحكي معاهم الناس يباركولها، ما قادرة تهتم لا بنظافة البيت ولا بنظافة حالها ولا بنظافة ابنها، ولا هي كمان عامل مهم كتير، عرض مهم كتير، ما عندها نفس للعلاقة الحميمة مع زوجها. هذا الموضوع كمان بدنا هيك ننتبه عليه. تحس عندها حالة من اللامبالاة تامة، ربما حالة لامبالاة بس هون تجاه الكل. يعني مثلا ممكن المكتئب بدرجة أو بأخرى يكون عنده اكتئاب مبتسم. نعم. أنه هو عم شوي يهتم بأولاده، عم تطبخ لهم بس ما قادر تهتم بحالها هي. أما اكتئاب ما بعد أولادي، هي لا قادر تهتم بحالها ولا بابنها ولا بزوجها ولا بالبيت. خلص. إذا بيكون مع كل هدول بيكون في عنا شعور بالذنب، أنه أنا معقول عندي ابني وعم عامله بهي الطريقة. يعني كل نهار بتكون عم تعامل ابنها هيك، تجي لما بدها تنام بتصير عم تشعر بالذنب وجلد الذات وتأنيب الضمير، لأنه هي عاملت ابنها بهيك ولأنه هي ما استمتعت مثل باقي الأمهات. وهون بيدخل عنا كمان دور السام للسوشيال ميديا، لما بنسمع استمتعي بأمومتك وأمومتك رحلي. هاي الكلمات الرناني لما وحدة عم تشوفها عندها اكتئاب ما بعد الولادة حتزيد الذنب عندها أكثر، لأنه هي ما أنا قادرة تحس بهذا الاستمتاع أبدا. هي ما بتكون طالبة تحس بالاستمتاع لحتى بس تكون قادرة تحس بأنه الشعور عادي، أنا فعلا عم بقدر أقوم أعمل الأشياء الطبيعية اللي بقدر أعملها، مثل اهتميت بالبيت، اهتميت بالبيبي. في أمور تانية كمان بتسبب هي بالنسبة للأعراض. نعم. طب خلينا نروح للمسببات، لأنه طالما صحيح. عرفت المسببات حتخليني أنا يكون عندي عامل وقائي كتير كبير لما بعد الولادة. وقبل المسببات، يعني السؤال المطروح أيضا ألا أنه هل هذا يعتبر من الاضطرابات الحديثة أم أنه ما كان مكتشف سابقا؟ خصوصا نرجع لكلمة كثير من الأمهات الكبار لما بيحكوا أنه نحن خلفنا 10 وما كنا نحس بهذا الشيء أو ما كنا نمر بهذه الأعراض، فهل هو شيء مرتبط بالعصر الحديث أم أنه ما كان ملاحظ أصلا قديما؟ حقيقة إسراء الجواب الطرفين، يعني هو كان موجود من قبل ولكن بنسبة كتير بسيطة. نعم. زاد مع العصر الحديث لأنه صار في عنا انفتاح أكثر، صار في مقارنات أكثر. هون طبعا بنجي عن الأسباب وقتها، بيكون في مقارنات، لما بيكون في عنا بعد عن الأهل. نعم. ما في دعم اجتماعي، ما في دعم من العائلة، هذا بيكون عامل خطورة أكثر لأنه الأم يصير في معها اكتئاب ما بعد الولادة. نعم. إذا نفصل بالأسباب، ليش بصير معنا اكتئاب ما بعد الولادة؟ هلأ فينا نحكي عن شغلتين. في ناس صار معهم اكتئاب ما بعد الولادة وهني كان بدهم الحمل، وفي ناس صار عندهم اكتئاب ما بعد الولادة وهني ما بدهم الحمل. ولكن الأشخاص اللي بيكون ما بدها الحمل نسبة عامل الخطورة عندهم أنه يصير اكتئاب ما بعد الولادة أعلى، لأنه كل فترة الحمل عايشة بحالة عدم رضا عن هذا الحمل. هلأ أثبتت الدراسات، وآخر دراسة ب2021 الأشخاص اللي بيعانوا من الإقياء كل فترة حملهم معرضين 70% يصير معهم اكتئاب ما بعد الولادة. هذا الشيء بيأكد لنا أنه نحن في عنا عوامل جسدية وجينية لاكتئاب ما بعد الولادة. نعم. الدراسة الثانية كمان ب2021 تثبت أنه الأشخاص اللي بيعانوا من ارتفاع ضغط الدم يكون عندهم عامل خطورة يصير عندهم اكتئاب ما بعد الولادة بنسبة 40%. فإذا الأسباب، في عنا أسباب جسدية، في عنا أسباب نفسية. شو هي الأسباب النفسية؟ عدم التهيئة النفسية والجسدية للحمل. ممكن البنت تكون جسمها ضعيف ما قادرة تحمل، لأنه جسمها ضعيف فحتمرض، والمرض حيعملها عدم استمتاع بالحمل. ممكن تسمع كلام من الناس إيه شو بك عم تدلعي. كمان بنرجع بنقول إنه ماما حملت وكانت تتعزل. يعني أنا بيجوا لعندي البنات بيقولوا لي أنا دائما بسمع كلمة إنه ماما حملت وكانت هي عم تشطف الأراضي وولدتنا وهي عالسيبة، يعني عالسلم. تمام. فهاي كلها من المسببات، إضافة للعامل الاجتماعي، غياب الدعم الاجتماعي،
الافكار نحن في عندنا مثلث خصوصا في الغربه للنساء اللي بخلفوا بالغربه. طبعا اكيد لانه هي ما في عندها حدا ابدا، ممكن يكون عندها لغه جديده كمان اذا نعم. راحت في كمان سبب جديد اسراء عم نكتشفه ونشوفه، تعامل الممرضات مع الام اثناء الولاده. صحيح. يعني في من فتره سمعت ام عم تحكي بنتها عمرها 15 سنه لحد الان متذكره الممرضه شو وصفتها للبنت اول ما ولدتها. الام هي لحد الان متذكره الام الممرضه شو وصفت للبنت وكيف كانت عم تعاملها بنظره كثير. وللاسف في كثير من الممرضات قاسيات حاليا في التعامل طبعا. يعني حتى الامر ممكن يوصل لمساله ضرب البطن يعني، وهذه حالات سمعناها وتم يعني الحديث عنها بكثره عبر مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا لما هي ما بتكون عم تشرعن لها وجعها، حاجة توجعي، شو ما عندي غيرك، هاي الكلمات كلها كتير هي أساسا بالتحديد لما بتكون ما عندها دعم اجتماعي نعم. ورايحة بس على المشفى وما في عندها حدا، ولما عم تسمع الممرضة عم تحكي هيك فهذا الشيء حيكون عامل خطورة أكبر أنه يصير في عندها. في عامل كمان، عامل الهرموني أثناء الولادة إسراء سبحان الله بصير فيه هبوط بالهرمونات نعم. هبوط فوري، هذا الهبوط الفوري بيخليه يكون في عنا ما بده الاكتئاب ما بعد الولاده، لانه ما بيعمل اكتئاب ما بعد الولاده. بيخلي يكون في عندنا اضطراب بالمزاج او عسر مزاج. نعم. لمده 3 ايام، 4 ايام، اسبوع، اسبوعين، الوضع هيك طبيعي. 3 اسابيع، الوضع جيد، يعني بلش نعم. عندنا اشارات استفهام. طالما زاد لبعد 2 3 اشهر، هون نحن فعلا لازم ناخذ مساعده من مختص نفسي، اذا ما توفر لعنا المختص النفسي، لازم ناخذ مساعده من أشخاص داعمين نحن بنرتاح لهم، بس مو جروبات الفيسبوك تبع أنا متضايقة ماني عارفة شو بدي أعمل، شو بتنصحوني من تجربتكم؟ نحن بدنا ناس عم تعاني معي من نفس هذا الجو، من نفس هذا الوضع، ولكن مو بهي الطريقة. نعم. بما أنك ذكرتي مسألة الهرمونات، يعني هي فترة النفاس بحد ذاتها 40 يوم ما بعد الولادة مو كفيلة أنه تسبب حالة من الاكتئاب أو اضطراب المزاج عند المرأة اللي ولدت؟ ليش كفيلة إنه؟ يعني هي فترة تعب جسدي بكل بساطة، يعني فترة نفاس، فإحنا عم نحكي عن حالة من التعب الجسدي. طيب بس يعني إذا نحن بدنا نروح شوي لجانب ديني، فهي حتى معفى من الصلاة بهاي الفترة، إنه فيها أوكي بترتاح من جوانب معينة، لكن هي بحد ذاتها ما بيكون في حالة من التعب الجسدي. حالة من التعب الجسدي أنا معك إنه نحط نقطة نعم. فقط إذا تمت براحة فعلا هي مرتاحة هاي الفترة، بالعكس النسبة حتكون كتير قليلة إنه يصير في معها اكتئاب ما بعد الولادة. إذا مو شرط أبدا. ليش بصير في عنا بهاي 40 يوم اكتئاب ما بعد الولادة؟ مع إنه هي لازم تكون بفترة نفاس ومرتاحة، النفاس أنا بتكون مرتاحة بعد تجربة الولادة الأليمة اللي أنا مريت فيها. هون أنا بصير في عندي مشكلة الكمال والنظرة المثالية والضغط المجتمعي، بدهم يجوا لعندي ناس بدهم يباركوا لي. احيانا المباركه بتكون بتسبب عبء، وهي فيها ثقل لانه الشخص بتقوم تنظف بيتها، بدها تهتم بابنها، تهتم بحالها، وما انا قادره. هي نفسها الام بتكون هي عندها نظره مثاليه، لازم الغبره ما تكون موجوده بالبيت، لازم اقوم اشتغل. فهي حتى ومرتاحه هي وقاعده يمكن ما قادره تقوم جسديا، بس ذهنها ما له مرتاح. هي ما أنا مرتاحه بالضبط. الاوفر ثينكينج يعني بالضبط، في تفكير مفرط عندها، فهي ما أنا مرتاحه. فنحن الراحه بفتره النفاس ما طبقناها ولو كانت قاعده. طالما ما بنقول هي ارتاحت بفتره النفاس لما فعلا بتكون مرتاحه فكريا وجسديا. حلو. طيب حابه ارجع للمساله الوراثيه، لانه هاي من الامور اللي انا درستها ايام دراستي الجامعيه، يعني علاقه الجينات باكتئاب ما بعد الولاده، وبالفعل يعني تم اكتشاف دراسات انه في جينات موجوده قد تكون احدى العوامل المسببه لاكتئاب ما بعد الولاده. لكن السؤال المطروح الاء في هذا المضمار، انه هل المراه شرط انه تستسلم لهذه الحاله؟ انه لنفرض جدلا كانت امها او جدتها عانوا من هذا الموضوع، فبالتالي في حاله وراثيه، هل شرط انه انا اصاب بهذه الحاله كونه حاله الوراثه موجوده؟ اسراء بالنسبه لموضوع اذا كان في عندي عامل وراثي ولا لا، مو بس اكتئاب ما بعد الولاده في عامل وراثي، اي اضطراب نفسي في عامل وراثي، حتى في شيء اسمه وراثه سلوكيه. يعني مثلا نفرض انا وانت اخوات، تمام؟ بنفس البيت. إسراء دائما بتفوت على المطبخ وبتجلي الكاسة كله شوي. أنا أصغر منك بكتير، دائما شوف إسراء عم تفوت على المطبخ وتجلي الكاسة كله شوي، تلقائيا أنا حأكبر، ويا أما حكون
مثلك تماما عندي وسواس قهري واجلي الكاسه كل شوي، او حيكون في عندي رده فعل وما اجلي ابدا. تمام. لنفرض انا كنت من النوع الاول، ما عالجت حالي ابدا، يا هيك يا هيك، ما كان عندي خط رمادي، يا ابيض يا اسود، وصرت اجلي معك بالكاسه. جينيا ما انتقل لي الموضوع هذا، سلوكيا في وراثه. نعم. سلوكيه وفي وراثه جينيه فعلا. نعم. اي اضطراب سواء نفسي او جسدي فيه هذا العامل. الدراسات الحديثه بتثبت انه في لما الشخص بيكون عارف انه هذا الشيء انا عندي عامل خطوره، اذا تصرف ضمن الامور الوقائيه ممكن هذا الاضطراب ما يصير معه. مثلا قديه السرطان له عامل وراثه جيني قوي. تمام. ولكن اذا انا فعلا تصرفت ضمن الامور الوقائيه، يا اما بنسبه كبيره ما حيصير معي، او اذا صار حاكتشفه بوقت مبكر واعمل تدخلات اللازمه وحيصير في الشفاء. طيب، واحدة من الأمور الغريبة اللي أنا قرأتها أنه اكتئاب ما بعد الولادة مو شرط فقط يصيب المرأة أو الأم، قد يصيب الأب، وأيضا تصنف ضمن حالة اكتئاب ما بعد الولادة، فخبرينا عن هاي الحالة آلاء. صحيح. هلا اكتئاب ما بعد الولادة عند الرجل هو ما لأنه صار في عنده لخبطة هرمونات. نعم. هون بصير في عنا مثل حالتين. الحالة الأولى لأنه هو كتير مقرب من زوجته. نعم. وفعلا الدراسات أثبتت هذا الموضوع، لأنه كتير مقرب من زوجته صار عم يحس مثلها بهذا الموضوع وخايف عليها، زائد شعور العجز يلي عند الرجل تجاه زوجته ما له قادر يساعدها. اساسا ايه كان اكتئاب ما بعد الولاده؟ لما الرجل بيكون في عنده لفتره معينه شعور بالعجز، هي من احد مسببات الاكتئاب. صحيح. غياب الدعم، صار في ضغط مادي عليه اكثر، صار في ضغط مجتمعي اكثر، صار في عنده دور جديد اللي هو دور الاب، ما تكيف لسه مع الدور الجديد يلي هو معاه. فهذه كلها عوامل خطورة لحتى يصير في عنده اكتئاب ما بعد الولادة. نعم. أو السبب الآخر اللي هو ما بده يكون أب. يعني رفض دور الأب من أحد أسباب اكتئاب ما بعد الولادة. بدي أحكي شغلي مشان موضوع الأمهات نرجع. نعم. عليها شوي. بالبداية هذا لخبطة المزاج زي بدنا نقولها اللي موجودة طبيعية جدا، مثلها مثل لما بصير في زواج بالبداية وفعلا الشخص ما بيكون لسه مستقر شو عم يعمل. صحيح. نفس الشيء لما بتكون الأم ببداية مرحلة الأمومة تبعها أو رحلة الأمومة، هي دخلت على جو جديد، دخلت على دور جديد، هي امرأة أو أنثى، أدوارها زوجي، ممكن تكون امرأة عاملة، صار في عندها دور رابع مثل اي دور ثاني. نعم. اللي هي دور الامومي. فلانك انت داخلي على دور جديد لسه بدك وقت تتكيفي مع الدور هذا، تعرفي كيف تتصرفي معها، هذا الشيء جدا طبيعي. اول 3 ايام لاسبوع ما يعني ابدا انه انا اذا كنت متضايقه او زعلاني او تعباني او حزيني انه انا عندي اكتئاب ما بعد الولاده. ممكن من شده الالم اللي انا عانيته اثناء. نعم. فتره الولاده ماني قادره هلا اقرب على ابني. تمام. اذا استمر بدي ركز كثير على موضوع الايام عشان ما نوقع بفخ التشخيص ونحن نشخص حالنا او يلي حوالينا نشخص بعض. اذا استمر من بعد الشهر لثلاث اشهر، هون نحن بيكون في عنا اشارات استفهام، لازم نطلب مساعده مختص. جميل. طيب شو المضاعفات؟ لاي درجه ممكن ان تصل المراه او حاله المراه في اكتئاب ما بعد الولاده؟ ممكن رفض تام للطفل. ببعض الحالات يستمر لأشهر، يعني ممكن يستمر لأشهر. إيه. ممكن يستمر فعلا ما بدها الطفل أبدا، رفض الطفل تماما. ببعض الحالات لا تتجاوز النسب القليلة جدا 1-2% إنه هي أبدا ما بدها الطفل، وبيكون في عندها أفكار انتحارية لها ولابنها. هذا شيء خطير. طيب خلينا نحكي عن عوامل الوقاية أو طرق الوقاية، خصوصا إذا كانت المرأة بالفعل معرضة، كان لها تجربة ولادة سابقة أو عارفة يعني من خلال تجارب السابقين في العائلة. هلأ كمان في عنا مو بس السابقين باكتئاب ما بعد الولادة، في عوامل خطورة إذا كان في تاريخ مرض نفسي إلها أو لأفراد عيلتها. نعم. بغض النظر شو كان الاكتئاب هذا، لأنه هو اكتئاب ما بعد الولادة هو غصن من فرع كبير اللي هو الاكتئاب، وغالبا ما يصاحب مثل ما خبرتك الاكتئاب مع القلق. فنحن هون في عنا اضطرابين. إذا كانت الأم عندها وسواس، هون صار في عندي أكثر من اضطراب، وكثير من الحالات ما بيكون الاضطراب واحد معاها. نعم. مثل مثلا الشخص اللي عنده صداع، قليل لنشوف بس حدا عنده صداع. ممكن يكون عنده صداع مع رشفه ايد، صداع مع وجع معدي، لانه. نعم. الاعصاب كلها مترابطه مع بعضها. نفس الشيء الموضوع النفسي. خلينا نروح لعوامل الوقايه. نعم. كيف انا بدي يكون في عندي امور وقائيه؟ اكثر شيء بيساعدني على التغلب مو بس انه انا
ما يجيني، مو بس أنا ما يجيني، حتى عالج اكتئاب ما بعد الولادة، أن يكون أنا قارئة وعارفة شو هي مرحلة الولادة وشو هو اكتئاب ما بعد الولادة وكيف بدي اتصدى لاكتئاب ما بعد الولادة. يعني الوعي والتثقيف يعني كتير بيساعد. من جديد شفت هون حتى بتركيا أسراء في دورات تقدم من المشافي، موجودة بالمشافي الخاصة موجودة، وبالملي ايتم بكانلي وزارة التربية والتعليم. نعم. موجود أمور تثقيفية ودورات بكل شهر، كيف بيكون حالة الطفل، كيف بدها، كيف هلأ بيكون مشكل أثناء بطنها، شو الاحتياجات النفسية اللي بيحتاجها أثناء لما هو جنين، كيف بدها تجهز لمرحلة الولادة، شو عوامل الخطورة والمضاعفات بمرحلة الولادة. نعم. هاي الأمور كلها لازم تكون عارفتها، وكتير مهم نبعد عن سماع التجارب السلبية للأمهات. يعني أنا لما بدي أكون عندي رفيقتي حامل وأنا حامل، كتير مهم لما بعرف بالتحديد أنه هي عانت بولادتها ما أسألها وأعرف تفاصيل منها، لأن هذا الشيء بالضبط هذا كتير حيعمل عندي رعب وتخيلات، وحأدخل لمرحلة الولادة وأنا متوترة وكتير عندي قلق ما يصير معي هاي التجربة اللي هي مرت فيها. نعم. الشغلة الثانية كتير مهم دعم الزوج. جدا مهم. صحيح. ولو كان بأنه هو ما يدعم نفسيا، بس ممكن يشارك بأعمال البيت، كتير ضروري هذا الموضوع. ثلاث شغلات وقائية أثناء بعد الولادة لحتى أنا ما صير عندي اكتئاب ما بعد الولادة. نعم. يسمح لها، يعطيها وقت ولو لمدة ساعة باليوم بس. ساعة حتى نص ساعة، إن هي تأخذ وقت. شو أكتر، قبل ما أقولك شو هي، شو أكتر جملة إسراء بنسمعها من الأم؟ شو بتطلب الأم دائما؟ بتقول بس أعطوني أتنفس. غير التنفس بتكون طالبة إنه تفتح الحمام برواء أو تتحمم برواء. نعم. نحن بنص ساعة لساعة أكتر شيء نحن ممكن نقدمه للأم نعملها إنه هي تكون عندها وقت تأكل وجبتها برواء، ما تأكل وهي مستعجلة. إذا أكلت وهي مستعجلة شوفي لوين حيصير في تراكمات، حيصير في عندها عسر هضم، عسر الهضم حيأثر على نفسيتها لأنه حيأثر على الدماغ، ممكن يأثر عندها كمان ضيق بالتنفس، فهي هيك عجلة دائرية. يعملها وقت لحتى تكون، يخصص لها وقت الأب لحتى تكون قادرة تأكل وجبة كافية، وجبة لوجبتين باليوم، ولما يعني بيعطيها وقت ثلاث وجبات يا سلام، بيكون هذا الشيء جدا عظيم. بس انا عم حاول خفف الحكي بصوره مثاليه. نعم. لانه ممكن نحن حاليا الناس عم يتابعونا، ام واب لوحدهم بالغربه، هو مضطر يطلع على الشغل وهي قاعده بالبيت ما في عندها حدا. ممكن كثير بنسمعها، طب ممكن حدا مساعد يجي، وضع المادي ما بيسمح لي اجيب مساعدي. صحيح. فنحن بدنا بس لما بيجي الاب ياخذ الطفل لمده ساعه لنص ساعه لحتى تلاقي الوقت الام وقت تستحم فيه وتاكل وجبه برواء بكل بساطة. بكل بساطة. هذا الموضوع كتير حيساعدها إنه هي لقت وقت لحالة. طبعا هاي من طرق العلاج، خلينا نحكي بعد الولادة. بالضبط. ما قبل الولادة لازم أنا أكون عارفة إذا صار في حمل بالخطأ مثلا، لأي عمر أو لأي وقت أنا فيني يكون في اتخلص من الجنين، ما قبل ما بعد الأربعين أو ما قبل الأربعين، حسب أنا شو الأشياء اللي بؤمن فيها. لازم دائما إذا أنا رافض الإنجاب هلا يكون كل فترة عندي تست الحمل لحتى ساوي، ما يكون في تكرار العلاقة مرتين، لأنه هي تكرار العلاقة مرتين بيساوي فرصة أكبر للإنجاب. بعد العلاقة فورا يصير في عنا الاستحمام كمان لحتى ما يصير في عنا فرصة للإنجاب لما أنا بكون ما بدي يصير في حمل، لأنه إذا صار حمل هذا الشيء حيعمل لي خطورة أكبر، يصير في معي اكتئاب ما بعد الولادة. نعم. وإذا تم الحمل كتير مهم هون نطلب المساعدة من مجموعة داعمة من الأشخاص اللي أنا بعرفهم أو رفقاتي. كتير مهم ما يكون في عندي كبت للمشاعر اللي أنا عم فكر فيها. أغلب اكتئاب ما بعد الولادة بيكون أنا حياتي خلصت وبطلت قادرة اهتم بحالي وخلص حياتي كلها صارت وهب شخص آخر. هون نحن بدنا نقول ممكن توهبي حياتك لمدة سنتين، ولكن بعد السنتين هو ابنك بحاجة مجتمع، بحاجة روضة، بحاجة ناس يطلع يفوت لعندهم، فأنت حتكوني معه بس سنتين كالتزام من دور الأمومة اللي أنت عم تعطيها، وبعدها أنت حتكوني قادرة ترجعي لحياتك بشكل طبيعي. جميل. شكرا جزيلا ألاء على كل هذه النصائح والمعلومات القيمة اللي قدمتيها في هذا الموضوع. شكرا لك.